برنامج هوسه هو برنامج رياضي راقص، احنا على موسيقى شرق اوسطيه. ايه بقى الموسيقى الشرق اوسطيه دي؟ في المقام الاول يعني، لكن احنا بناخد هندي وهيب هوب برضو، بس الموسيقى الشرق اوسطيه هي الموسيقى الاورينتال العربي بتاعتنا، بس كمان التركي، كمان كل الموسيقى، اي موسيقى غربيه، لا اي اغاني غربيه لكن ماشيه على الحان شرقيه برضو بنشتغل عليها. وليه بنعمل كده؟ لان الرياضه بتبقى الطف بكتير لما بتشتغلي على اغاني انت عارفاها، ويبقى جو مختلف. الناس وهي بتلعب رياضه بترقص وبتغني، فبيخلي الناس في مود تاني مختلف. تعرفت على الهوسة طبعا من شريف، لان انا كنت بشتغل معاه قبل كده في تيم بنعمل ايفنتات وكده، فانا كنت متابعاه وكنا مع بعض من زمان. بيقول اللي هو عايز يعمل برنامج جديد يخص الوطن العربي بس. حببني ان انا ادخل في التيم بتاع هوسة، انه حاجه مختلفه مش زي البرامج المنتشره الايام دي كتير. في ناس كتير بتقارن بينه وبين الزومبا، هو مختلف تماما، لان الزومبا متاصل على الفن اللاتيني اللي هو بالنسبه لهم الشعبي في المنطقه الامريكا اللاتينيه، ولكن هوسة مركزه اكتر على الفنون الشعبيه في الوطن العربي كله مش في مصر بس. فاحنا بدانا ان احنا ندخل وننشر فكره هوسة وننشر فكره البرنامج في كذا مكان، بالذات في الاماكن اللي احنا مقيمين فيها. احنا بنعمل ابلكيشن هوسة، ده معمول للناس لسه هيبتدي تاني. احنا كان فيه بس نعمل فيه شويه تحديثات وتعديلات عشان الناس المبتدئه اللي عايزه تتعلم دانس فيتنس، لكن ما بتعرفش تتحرك قوي، فاحنا بنعمل لهم الحركات باسلوب بطيء وبناخد لهم الحركه وبنشرحها لهم واحده واحده عشان يقدروا يعملوها في البيت. هو الابلكيشن ده معمول للناس اللي مش قادره تنزل للجيم.